في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه كبيره من لاعبي النادي الاهلي في ظل اجهاد وتلاحم مباريات واصابات لاعبين وعدم توفيق في شوط اللقاء الاول بعض اوقات شوط اللقاء الثاني، لكن دايما الرهان بيبقى على شخصيه لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني هي الماتشات الكبيره كده، فرقه المقاصه طبعا فرقه كويسه، يمكن بتمر بظروف صعبه لكن عندها افراد كويسه، بالتاكيد بنحترمها ونقدرها كاداره وجهاز ولاعيبه. والسنه اللي فاتت كانت حتى لقاءاتنا معاهم يمكن في مباراه ثانيه، المباراه الاولى كانت انتهت ب 3-0 لكن المباراه الثانيه انتهت ب 2-1 وكانت معلقه حتى اخر ثانيه يعني. فالحمد لله طبعا على كل شيء، يمكن فوز مهم جدا بالنسبه لنا، ف يكون ان هو يجي بقى في اخر ربع ساعه واخر نص ساعه واخر كلها من اوقات المباراه، يعني من عمر المباراه. في ظل ان يعني المباراه ورا الثانيه الامور بتزداد صعوبه والمنافسين امام النادي الاهلي كله بيبقى طمعان في النقطه، لكن لعيبه النادي الاهلي لعيبه بدنيا واقفين على رجلهم في ارض الملعب، الاهلي بيفنش كويس قوي ودي من الامور المهمه للاعبي النادي الاهلي. بص يعني ايا كان الغيابات، احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الغيابات النهارده، ما بين اصابات طويله المدى وما بين اصابات قصيره المدى زي ما بيقولوا او الفتره يعني، لكن احنا دايما بنقول للعيبه كده، احنا عندنا ثقه فيكم جدا جدا جدا، لازم تكونوا عندكم ثقه في نفسكم، لازم تتمتعوا جمهوركم، لازم تبقى تحت اطار المسؤوليه. فرحان جدا بأدائهم، فرحان جدا جدا بتصميمهم وإرادتهم وعزيمتهم أيا كان اللي موجود في الملعب، سواء بيبدأ أو بره على الدكة أو بره خالص، يعني أيا كانت الغيابات لكن شخصية الأهلي لازم تكون موجودة على طول. النهارده علي معلول بيحتفل بعيد ميلاده بهدف في فريق مصر المقاصة، عايز كلمة من حضرتك تعالي لعلي معلول ونقول له كل سنة طيب. علي لعيب يعني مهم جدا بالنسبة لنا ومهم جدا على المستوى الفريق، مش مسألة لعيب محترف وبس، يعني بقى لعيب من الناس الركائز الأساسية والكبيرة في الفرقة واللي الناس بتتكلم معاها كأدوار بيقوم بيها داخل الملعب أو خارج الملعب، يعني بغض النظر هو يعني مش لعيب اجنبي ولا لا، لعيب انا بعتبره ان هو واحد من الناس اللي اكنها متربيه جوه النادي الاهلي، جوه دار النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، مسؤوليه النادي الاهلي، دايما الفكر الايجابي عنده كل سنه هو طيب. الفوز التاسع على التوالي للنادي الاهلي مسؤوليه كبيره في ظل مشوار صعب جدا زي ما قلت لحضرتك، الدرع رقم 42. بص كل اللي انا فاهمه واللي انا عارفه يعني من خبرات السنين، يعني كل ما هتزداد او كل ما هتزداد عدد مرات الفوز يعني اللي بعده هيكون اصعب. عندنا اف سي مصر عامله شغله كويس قوي، كابتن عبد الناصر محمد عامل شغله كويس جدا جدا جدا، ما تحسش ان هم ابدا لسه صاعدين الدوري الممتاز، اول مره في حياتهم يلعبوا الدوري الممتاز، قدموا عروض كويسه، حتى المباريات اللي خسروها كانوا بيقدموا بشكل كويس، اخر مباراه ليهم قدام طنطا كانوا كاسبين 2-0 وبعدين قل الفرق شويه فريق طنطا، لكن فرقه هنحترمها ونقدرها بالتاكيد يعني. اخيرا اخر ترتيبات سفر لزيمبابوي وملاقات فريق بلاتينيوم. يعني طبعا احنا بنرتب الاوضاع ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه خلال يوم او يومين هنشوف طريقه السفر هتبقى عامله ازاي. برضو المباراه اللي جايه ان شاء الله الرحمن اتمنى يكون حسين الشحات موجود معانا واشاي كهربا ان شاء الله الرحمن هيكون موجود باذن الله. احنا طالما الشيء بشيء يذكر يعني زي ما بقول على طول، احنا طلبنا البطاقه الدوليه النهارده لكن حصلت حاجه غريبه جدا، يمكن برضو انا من خلال كلامي بطالب ان يبقى في تحقيق على اللي حصل النهارده ده، ان احنا طلبنا البطاقه لحد دلوقتي هي لسه ما جاتش، لكن يعني من بنعمل شغلنا فاكتشفنا ان في حد عامل استعلام على اللاعب، يعني في حد في مصر نادي مصر عامل استعلام على اللاعب وده لا يحق له ابدا. طبعا اتحاد الكره المفروض هيحل الموضوع ده لكن انا بطالبه او اكيد حله دلوقتي، لكن هو لازم يطالب بالتحقيق في الموضوع ده ويبقى اعلانا او يعلن على الملأ مين النادي اللي عمل الاستعلام ده، لان هو عشان يعمل استعلام لازم يقدم مستندات، وعشان يقدم مستندات لازم تكون ممضيه ومختومه، فبالتالي طالما حطيت على السيستم يبقى انت حطيت معلومات مش صحيحه، يعني من باب انها تكون مش سليمه يعني، فبالتالي لا انت حطيت مستندات، امال السيستم قبلها ازاي؟ فانت بالتالي يعني اتحاد الكره لازم يحقق ويعلن للناس كلها مين اللي عمل الاستعلام ده، لان ده لو صحيح، لو استعلام صحيح فانت بتاخر لقيت 15 يوم، فاهمني؟ فطبعا اتحاد الكره اكيد هيحلها دلوقتي لان المستند ده مش صحيح ومش سليم، لكن لازم يعلن على الملأ كمان مين اللي عمل ده، والا هيبقى في تحقيق او في معرفه من الاتحاد الدولي اللي انت حطيت مستند وشلته يعني النهارده، لازم يبقى الناس كلها عارفه، وفي عقوبات المفروض بياخدها الاتحاد الاهلي عشان الناس تبقى فاهمه كويس قوي، لما يبقى في مستند محطوط او استعلام محطوط باوراق غير سليمه لازم الاتحاد الاهلي بتاع البلد يحقق مع النادي ده اللي حقق عمل الاستعلام ده، لازم يبقى في تحقيق وفي عقوبات كمان، يعني اتمنى انها تكون عقوبات بقى يعني نقاط غرامه، الفار اهم، ممكن تبقى اكبر عقوبه هي الفار ان يتطبق الفار. كابتن سيد ودايما نبارك لحضرتك كابتن اسلام.